دائما في قلب إفريقيا. فقد شهد الدكتور جون ماغوفولي رئيس تنزانيا والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعددا من القيادات المصرية مراسم وضع حجر أساس مشروع سد توليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك. وأشاد الرئيس التنزاني بالعلاقات بين مصر وتنزانيا وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته العلاقات مؤخرا من تطور كبير، معربا عن ثقته في إنجاز المشروع الذي يعد حلما للشعب التنزاني لتوفير الطاقة النظيفة. فيما أكد شاكر أن مشروع سد نهر روفيجي علامة في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مضيفا أن مصر تقف بجانب تنزانيا يدا بيد من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة. فيما أكد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب أن هذا المشروع العملاق يأتي في إطار دعم وتقوية العلاقات المصرية التنزانية والتي باتت نموذجا فريدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عاد بمصر إلى أحضان القارة الإفريقية.